بين أحضان جسر عتيق وآخر عملاق يستقر نزل بروتيا أو البانوراميك سابقا هنا، ولكن بحلة جديدة تشرف على تسييره سلسلة الماريوت العالمية منذ عام 2017، تاريخ تأهيل له تلا تشييدا أول كان عام 59. فندق هذا يتحل في 59 باسم فندق بانوراميك، فيو على لا فيو تاعو البانوراميك اللي شتي على الجسر على الجسر سيدي راشد والجسر الجديد هذيك جسر العملاق، وعطاو له نون بروتيا. لو نون بروتيا دا سي فلور اللي موجوده في جنوب افريقيا، وهذا اول فندق بروتيا في شمال افريقيا. بقيت تصوري للزبائن كيفاش راهم يجوا عندنا. انا نقدر نقول لك عندي احسن فندق 3 نجوم في الجزائر بالموقع تاعو وبالحله تاعو الجديده والتسعيره تاعو والسمعة العالمية اللي هو ماريوت انترناسيونال. بمذاق للأطعمة التقليدية وأخرى غربية وبروح عالمية، أراد بروتيا أن يكون بحلة جديدة خلافا لما سبق. خصوصية الماكلة اللي يقدمها هذا الوطيل هي ماكلة متنوعة، أكثر حاجة اللي هي اللي مطلوبة من ناحية الزبائن هي تراديسيونال ساقسنطينة. عنده باركينج صغير في الآخر، عندنا قاعة استقبال، عندنا البهو والفندق اللي هو اللوبي بار، عندنا مطعم، عندنا ترواصل دو رينيو، عندنا سبا ماساج وصال دو سبور بلس حمام، وعندنا 72 غرفة زائد وداخل فيها 6 جناح من فرنسا. الأول الأوتيل هذا مليح بزاف والله، بال أوتيل لاكوي لا ريسبسيون كيفاش يهضروا معنا لا شامبر. جيت في اطار عمل الستاف تاعونا، يعني كما نقولوا العمال يلسون سامبا كذبون نزل في يعني في المستوى المطلوب. وشنو هي لا ديفيرونس ما بين الفندق هذا فندق با؟ لا ديفيرونس هي لو سيرفيس. بروتيا اسم عالمي في الفندقة، جميل أن يسير بسواعد جزائرية في ثاني قطاعات الاستراتيجية بالجزائر.